عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد كيف العاده. هي نورمالمون الناس كيصوروا الفيديو معاكم ملي كيكونوا داخلين لابيسين، كيقول لكم احنا دخلنا وحنا درنا، ولكن انا يسرى مصوره لكم فاش خارجه. انا دابا خرجت من لابيسين، بدلت حوايجي ودوشنا كاملين. جات معنا واحد الاخت سميتها فاطمة الزهراء وخالتي نصيرة، ها هي معاكم. اشديت كلامكم متابعين ديال اختي يسرى، كيبقيتوا؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير يا ربي الحبيب، وشكرا للتتبع ديالكم كاملين، وشكرا للتشجيعات ديالكم واللايكات ديالكم، وانتم معنا. المهم حنا دابا كان علينا نبداو الفيديو. انا صاحبتي والله الا كان علينا نبداو بويض وخرج لك حل. علينا نبداو الفيديو قبيله، ولكن دابا صافي تسالينا انتم كتشوفوا الشعير باقي فازي. علاش انا ما بغيتش نصور معكم؟ كون كان لابيسين ميكس نصور ماشي مشكل، ولكن الناس ما كتبغيش تصور، كيكونوا بشي لباس ماشي هو هذاك. وانا شخصيا صراحه كنت انا كيكونوا بلبست لابيسين حشومه نصور معكم داكشي وكاملين. يعني داكشي علاش ما بغيتش نصور معكم تما. ودابا فاش خرجت غادي نمشيو نتصرف ديك الجريده سيدي حرازو. لابيسين هذا غزال ديال، ولكن فاش زيان الثمن غطي و 70 درهم للبطله، كان في اوائل ديالو 20 درهم 30 درهم. شحال واش عرفتي شحال هذه بينك؟ هذه شي 3 سنين كان غير 50. هذه شحال هذه؟ كنا جينا اللي ديز راه كان ب 70 العام اللي داز. العام اللي داز جينا حنا، جينا ب 70. هذا ديال المنزل، انا ما جيتلوش. هذه الدقيقه زوي، والناس اللي بغاو يجيو لفاس والناس اللي بغاو يجيو هكا يدورو سيدي حرازم يجيو لهاد لابيسين. هذا دقيق زويون محترم، غير العيالات غير نساء بوحدهم. ومهم محترم ونقي، ممنوع التليفون يتجبد لداخل. هذا باش عجبني كثر، ممنوع التليفون حتى شي وحده ما تجبد التليفون. هادشي باش عجبني كثر. يعني كدوري فراحتك. ايوا هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نمشيو نتصرف ديك الجريده ديال سيدي حرازم. ايوا نشربوا الماء. شو علينا؟ هربوا علينا، حنا بقينا انا ويسرى والعز ديالنا. ما عليناش كما قلت لكم، اللي جا سيدي حرازم وما شربش الماء راه ما دار والو. الناس راه تيجيو من مدن بعيده باش يشربوا هذا الماء. هذا سيدي حرازم زوين الكلاوي، اي حاجه الامراض زوين، سخون من عند الله طبيعي، هكا كيجي سخون هبط من الجبل وما كاينش بحالو. حتى الماء اللي هنايا ماشي شي بروده، يعني فاش كتسخون الماء دافي وسخون الماء دافي، ولكن فاش كتخرجي كيجيك واحد البرد ما نقول لكمش. تشوفوا يسرى كانت كدير من بعد ما كتخرجي. ما عليناش، راهو مشاو علينا دابا، هربوا علينا وخلاوني كنصور بوحدي، وحنا مشيو دابا نتبعوهم ونقصوا في شي طبيله. شوفوا ديال سيدي حرازم، وها انتم معانا، وها انتم معانا. هكا امين البنات، كيف ما شفتوا معايا راني كنحني دابا، ما يمكنش نجيو سيدي حرازم وما نحنيوش. اختاريت هذا الخنيجر هذا حيت انا ديجا كيعجبني، واخا كنبغي نحني غير راسي كنديرو. يا ربي شي مليون ولا جوج. علاه؟ هاكا
كدرتي طلبتي قلتي تعالي السلسله ولا عرفتي تسكر واحد الحاجه ولا طلبتي شي مليون ولاد ولا طلبتي هو يبيت ولا طلبتي غير السلسله علاش يلا غندعي لك كنت طلبت شي مليون وانا ديك الساعات دوزت عند البنت اللي كناخذهم من عندي حتى انا عندي وحيده هاهي. قبيله فاش لبيت عرفت قبيله جات لي بالي وقلت ما نقلبش في الصك دابا تنمشي مع الحوايج كانوا عندنا محطوطين في الداخل كنقول تنمشي ونتاكد من واش باقا الصك. من ديك النهار مشيت خديتها. هلا ما تبري عليش كنت في الصلاه مشيت خديتها قلتها في الصك وقلت فاش ما جات الحوايج تنطلق مع اليسرى فاش ما جات الحوايج تنطلق شنو فيها اول حاجه انا دخله كبيره للمدرسه يعني ما دخلتش في اللاج اللي عندي نيشان خصني ندخل فيه دخلت كبيره بعام. وثاني حاجه انا فاش كنت كنقرا في الثاني ابتدائي كنت مازال صغيره وسميتو كنت كنقرا في واحد المدرسه كانت شويه ضعيفه في المستوى الدراسي ديالها كانت ضعيفه وفاش كنت كنقرا فيها تحولت لمدرسه يعني مشهده وزوينه كتقري مزيان. فاش تحولت لديك المدرسه داروا لي التيست في اللغه الفرنسيه وشحال من حاجه لقاوني ضعيفه في المستوى ديالي. داكشي علاش انا عاودت كان نورمال خصني ندخل الثالث ودخلت ثاني عاودت القسم واخا انا كنت ناجحه يعني عاودت العام واخا انا ناجحه. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا واش انا بقيت مدوبلة او شي حاجه انا عمري دوبلت وهي ماما الا كذبت تكذبني والله عمري دوبلت شي عام ديما كنجح واخا كانوا كيكونوا شي معدلات بزاف ماشي ديما زعما شي معدلات ولكن المهم كنت كنجح ديما ناجحه. وان شاء الله هاد العام خايفه داك الشهرين اللي قيمت فيها دير لي مشكله العام ونسقط ولكن ان شاء الله نتفائلوا بخير لانني في الفتره الاولى كنت مجموعه زوين وان شاء الله هاد المره واخا غير نجح والى نجحت كنواعد راسي من بعدا وكنواعد حتى ماما انني غندير المجهود ديالي باش ان شاء الله القران ديالي يعني القرايه ديالي وندير بالي فيها ان شاء الله شكرا اخويا الى زعما نجحت هاد العام ان شاء الله غادي نعاودها في الاعوام الجايه بشي نقاط طويله وانا كنواعد هما المتابعين ان شاء الله غير تمشي في البكالوريا عندوز هاد الدير لي كادر من عندي هي هذيك 18 عام وفيرمي واد المهم جي هادي ان شاء الله ولا كنصوبوا لها ماشي عيب واخا تكون دابا راه عندنا كنصيونا ماشي ديال غير المدرسه ماشي صناعه كيفاش دوز بها فيرمي هي كيفاش دوز بها فيرمي ان شاء الله تخرج البكالوريا نحتفل بها ما خلي ما ندير ليها راه القرايه مزيانه الناس راه كيديروا 40 عام كيبقاو كيقراو كيخلصوا
كيخرجوش ماشي يعني تصدفو تصدفو انا كنعرفهم وكنخدم لهم وتصدفو مازال كيقرا مازال كيقرا كيقول لك يقرا من المهدي الى اللحدي الى اللحدي ما كاينش فيها سن لا واه عندها كتر في 9 وهي عمرها 16 عام ولا لا كاين هو كاع لا وحده اخرى يخرجوا من المدرسه وتزوجوا ما صدقوهمش الزواج ويرجعوا يقراو الحمد لله جابوا نتائج مزيانه ودوزوا الباك وجابوا انا هذه بعدا عاد البارح باركت لواحد البنيته زوجات ما صدقلهاش الزواج وطلقات والبارح شدت الباك ديالها ومن هنا كنحيي هذا الفيديو غادي نصيفطها الفيديو ديالي ان شاء الله باش تفرج فيه اختي سناء كنعطيها واحد التحيه كبيره كنحيي واحد الاستاذه كانت تقرا لي بنتي سميتها فاطمه بوشطه هي اللي قرات لي بنتي في الماده الفرنسيه وتبارك الله بنتي دابا الحمد لله كتجيب مزيان الحقيقه انا ديك السيده وهي اللي دارتني مدرسه ملائكه هي السبب ديالي دارتني مدرسه وكانت كتوقفني مع بنتي وقفه ما نقول لكمش عاقله عليها هذه السيده ولا كانت كتشوفني ما قلتش لكم بغيت نولي نتواصل معها حيت قلت عليها ورقيتها التحولات وانا بغيت ان شاء الله لقيتها التحولات وبغيتها ما قلتش لكم كان بغيها مقتدره حيت كتقرب واحد كتقرب واحد القلب واحد الحب انا الوليد الصغير يعرف عنده واحد القوه الاداء في 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 باش يوصل لكم ما كنتش توصل سميتو توصل هذا بس معلومه توصل الدرس اي والمعلومه صراحه تعامل مع الكلام والله الا بنتي كانت شي وصراحه كانت زيرو في الفرنسيه ما دخلتش المدرسه تبارك الله بقات معاها خطوه بخطوه تبارك الله ولات بنتي الحمد لله راسها كتصوب التمارين ديالها وكتخرجوا وتجيب فيهم مزيان وهذا الشيء كله بالفضل ديالها وكنشكرها بزاف عدرا نعاودك